بسم الله الرحمن الرحيم. اسماعيل محمد النادي، محامي بالاستئناف. امبارح في حوالي الساعة 8:30 بالليل 9 كان في جمعية عمومية للسادة القضاة بدار القضاء العالي، وكنا احنا معديين جايين هنا على اساس كنا 7 افراد محامين جايين على اساس احنا ناخد عربيتنا من عند قصاد دار القضاء العالي ونتوجه. فوجئنا بقينا بمجموعة من الشباب اللي هم ما تعينوش في النيابات من خريجة حقوق وشريعة وقانون بيهتفوا ضد القضاء. فوقفنا نتكلم معاهم ونقول لهم يا جماعه دلوقتي بلاش الامور ديت، وفي نفس الوقت هتفنا معاهم ان احنا ضد قانون السلطه القضائيه وضد ما بيعمله قانون السلطه القضائيه والامور اللي وتمريره محاوله تمريره ومحاوله قانون ومحاوله ان هم يعملوا فجوه ما بيننا وما بينهم. فكنا واقفين وقفه عاديه خالص، لو حضرتك جبت الكاميرا هتلاقيها هناك عند الباب الرئيسي هنا قصاد السلم. كنا واقفين حوالي كنا سبع محامين واقفين هنا عند الباب، وكان هنا لا يقل عن حوالي 3000 قاضي او 2000 قاضي. وفوجئنا بيهم راحوا زاقين الباب، راحوا قعدوا الطبنجات بتاعتهم، الطبنجات كلها اكتريتها طبنجات ساقيه، نار علينا وقعدوا يضربوا نار علينا وخرجوا الشارع بالفاظ لا تمت بالصله لقضاء ولا لمحامين. يعني لا تمت بالصله ان وكيل نيابه او قاضي يقول الالفاظ اللي هو بيقولها، احنا كمحامين ما بنقولهاش، لكن هو بيقولها ليه مش عارف. وسط زميلنا سامح الكندي قاضي منهم او وكيل نيابه، ما اعرفش هو مين بالظبط ولا بلطجي منهم ولا ايه بالظبط، بتاعت الطبانجه في وشه اتخيط فيها 7 غرز. هو موجود حاليا في المستشفى وموجود موجود معانا في الدعم. دي كل الاحداث اللي حصلت امبارح، لكن احنا ما عملناش معاه، لكن ضرب النار المنطقه كلها شايفينها حوالين دار القضاء كلها 7 ضرب نار. 7 جميع العمارات ضرب نار كان جاي. الجيش ذات نفسه ما طلعش طلقه، الجيش ذات نفسه ما طلعش طلقه ولا ضرب ولا عدى عمل معانا اي حاجه من الجيش ولا من الشرطه، ولكن ضرب النار كله كان جاي من الساده القضاء. وكان اليوم كانوا موجودين على السلم، وكانت المجموعه من الايه؟ العالم ما كانش في اكتر من كده. احنا لا عدينا عليهم ولا جينا معاهم، وبرضه راحوا مسكوا واحد وقالوا ان هو بلطجي وكذبهم في التلفزيون، قلت لهم ان هم كذابين، كذبهم ان هو كذبهم وقال لهم وطلع ان هم كذابين. هو اصلا كان ماشي وراحوا ماسكينه وقعدوا يحاولوا يلطجوا يلطجوا، وده محامي والمحامين دافعين له، لكن احنا لا نعرفه ولا هو يعرفنا. وشاهد امبارح ان ضرب النار كان جاي من القضاء مش جاي مننا. انا مش عارف اقول ايه ومش عارف اتكلم ازاي بالنسبه للي حصل امبارح من مجموعه من يعني الخارجين عن القضاء. مش هقول الخارجين عن القانون، لا اقول الخارجين عن القضاء. هل هم دولت وكلاء النيابه او قضاه العدل؟ هل هم دول الناس اللي بتقف على المنصه او بيقعدوا في مكاتبهم يحققوا مع متهمين وهيعطوا العدل؟ هل هو ده عدل ربنا ان القاضي يبقى ماشي بطبقنا؟ هبتك يا قاضي من هبتنا وحصنتك من حصنتنا. لو احنا سمحنا للمتهمين او اهل المتهمين اللي بيبقوا معانا ان هم يهنوكوا، بالتاكيد هيهنونا احنا كمان. فاحنا ما نسمحش ان انتوا تهانوا عشان احنا نهان. فهبتك من هبتنا، انت الجالس ونحن الواقفون. اللي انتوا عملتوه امبارح ده سقطه ليكم، كان يوم اسود، جمعيه اسود ليكم مش لينا احنا. احنا كنا 7 افراد، 7 محامين اللي كانوا موجودين فقط ليس الا. انتوا كنتوا كام الف؟ انتوا اللي ضربتوا النار، انتوا اللي عملتوا كل ده. وعندنا شهود، شهود الشارع كله لو المنطقه كلها اللي قصاد دار القضاء تشهد ان ضرب النار كان طالع من دار القضاء، ما كانش جاي من بره. انا مش عارف الساده القضاء دولت يعني هم عايزين مننا ايه؟ في ايه بيننا وبينكم؟ لو عايزين ما فيش عدل خلاص ديروها انتوا. عايزين تطلعوا من اللي انتوا ما ادروش الانتخابات مش مشكله، احنا عندنا استعداد احنا ندير انتخابات انزه منكم. عندنا انتخابات، عندنا استعداد احنا ندير، وهنكون تجربه انتخابات للمحامين هي اكبر دليل على ان احنا هنكون محايدين جدا مع زملائنا، وهنكون احسن منكم في اداره الانتخابات. مش هيبقى في عندنا تزوير زي ما انتوا عندكم 3600 قاضي لغايه دلوقتي تزوير. الناس اللي كانت واقفه امبارح بتهتف الدهوريه ضدكم، اللي انتوا في بعض القضاه سرقوا اراضيها وسرقوا بيوتها، الناس دي ما بتطلعش ما بتسمعوهاش ليه؟ لان عايزين تمشوا الظلم ليكم، عايزين تمشوا القانون على حسابكم، عايزين تعملوا كل حاجه على حسابكم، مش عايزين اكتر من كده. وشكرا.